البعذرة، بس انقطع البث البث السابق. السلام عليكم ورحمة الله. راح نتكلم اليوم بإذن الله عن تضخم الحديد للبروستات. راح نتكلم بعدة نواحي. راح نبدأ بمعلومات عن غدة البروستات، ثم ما الأعراض اللي تسويها، الفحوصات الواجب إجراؤها، وطريقة وطرق العلاج المتوفرة بما فيها طرق العلاج الطبيعية وطرق العلاج الدوائية أو الجراحية. راح نبدأ ببعض المعلومات عن غدة البروستات. زي ما ناظر هنا الأعضاء التناسلية للرجل، وهنا مجرى البول طبعا من خلال الذكر نفسه، وهنا اللي هي غدة البروستات، وهذه المثانة البولية. راح يجي البول من أعلى يتجمع في من خلال الحالب، يصب في المثانة البولية نفسها. هذه غدة البروستات موجودة تحت المثانة، غدة صغيرة جدا موجودة طبعا عند الرجال فقط، لكن أيضا هي موجودة عند الحيوانات أيضا. يعني من الحيوانات القريبة من ناحية الرجال، الكلب مثلا يحصل عنده تضخم في البروستات. الفرق بين اللي يحصل في الكلب وبين الذي يحصل في الإنسان، إن في الرجل هناك كيس خارجي أو غطاء خارجي للبروستات، فهذا يسوي لما تتضخم البروستات يكون في ضغط داخلي في البروستات نفسها. في الكلب لا يوجد غطاء خارجي، فالتضخم ينتشر للخارج أكثر، فلا يؤثر عند الحيوانات كثيرا على عملية التبول، لكن في الرجل ممكن أنه يؤثر. ما هي وظيفة البروستات؟ طبعا هنا فيه الحويصلات المنوية خلف المثانة. الحويصلات المنوية مع البروستات هي اللي تكون السائل المنوي اللي يحمل الحيوانات المنوية عند القذف للرجل. هذه الوظيفة الأساسية حقت البروستات، لكن هي محاوطة لمجرى البول. يعني لو شفنا الأنبوب هنا، هذا مجرى البول ينزل من المثانة، يتجمع البول ينزل من خلال البروستات نفسها، هذا مجرى البول، حتى يخرج إلى الخارج. إذا خلينا الفيديو يمشي راح نشوف يمكن توضيح أكثر بالنسبة لغدة البروستات. زي ما ذكرنا، هذه غدة البروستات، هذه المثانة البولية، البول يتجمع هنا ينزل من خلال غدة البروستات. في مجرى البول يمر من خلال البروستات الداخلي، يمر من خلال الذكر إلى الخارج. وهذه الحويصلات المنوية اللي ذكرناها، الحويصلات المنوية مع غدة البروستات تكون السائل المنوي اللي يحمل الحيوانات المنوية عند القذف. هذه مرة ثانية غدة البروستات، هذه المثانة بحجم أكبر. هنا يتضح عندنا التشريح الخارجي اللي ذكرته لكم. هذه المثانة، فتحات التبول، الفتحات الحالبين هنا، يجي البول يتجمع في المثانة ثم يخرج لما يفتح عنق المثانة ويفتح الصمام الخارجي. هنا الصمام الخارجي حق البول، يجي البول يطلع من خلال مجرى البول إلى الذكر وإلى الخارج. وزي ما ذكرنا، البروستات تحاوط بداية مجرى البول. هذه فتحات على الجانبين، تكون فتحات القنوات المنوية أو قنوات القذف، بحيث أنه يخرج السائل المنوي أيضا ويدخل إلى مجرى البول. الآن ممكن تتضح أكثر معنا في عملية تكوين البول ثم خروج البول. هنا يوريكم اللي هي الحويصلات المنوية اللي تكلمنا عنها، اللي تكون جزء من السائل المنوي. هذه عملية التبول، خروج البول من المثانة إلى الخارج.
زي ما ذكرنا يتجمع هنا، يمر من خلال مجرى البول إلى الخارج. طبعا طبيعي مع العمر إن البروستات ممكن إنها تكبر، وراح نتكلم عن موضوع العمر اللي تكبر فيه، الأعراض اللي تصير فيه اللي تحصل، وش العوامل اللي تخليها تكبر. الآن كبرت البروستات، لما كبرت البروستات شوف مجرى البول كيف صار مضغوط بغدة البروستات نفسها، لأنها لما كبرت دخلت على داخل مجرى البول. طبعا البروستات نفسها فيها منطقتين، منطقة داخلية وهذه المنطقة هي اللي تضغط على مجرى البول، ومنطقة خارجية معروف إنها هي يحصل فيها سرطان البروستات. هنا يحصل بعض التكلسات، يحصل بعض في البروستات. راح نجي لاحقا نتكلم عن موضوع الأدوية اللي مستخدمة وطريقة العمل الجراحي. طيب، غدة البروستات احنا عرفنا الآن الوظيفة حقتها، التحكم الأساسي يكون بهرمون الذكورة. هرمون الذكورة هو الهرمون المسؤول عن نمو البروستات، يعني عندما تكبر البروستات فهرمون الذكورة هو العامل الأساسي في كبر البروستات. وليه تكبر البروستات؟ ليه مثلا في ناس ما تكبر أبدا ولا تسوي لها أي أعراض، وفي ناس تكبر بحجم زائد؟ طبعا في عاملين أساسية، أول شيء العمر، عادة بعد الـ50 تبدأ تكبر. يعني إذا جينا عمر الـ50 15% من الناس يبدأ يحصل عندهم نوع من تضخم البروستات وتبدأ عندهم بعض الأعراض. إذا أخذنا الناس اللي فوق عمر 50 كلهم، اللي أعمارهم 50 أو في الـ60ات أو في السبعينات أو في الـ80ات، راح نحصل بشكل عام نص هؤلاء عندهم تضخم في البروستات وعندهم أعراض تبول. الموضوع هذا طبعا يزيد مع العمر، يبدأ بعد الـ50 لكن يزيد مع العمر. لو أخذنا الناس اللي أعمارهم فوق 80 سنة، راح نحصل 90% من الناس عندهم تضخم حميد بروستات وعندهم أعراض تبول، فهي تزيد مع العمر. العامل الثاني اللي تكبر اللي يؤثر على تضخم البروستات اللي هو التاريخ العائلي. طبعا المشكلة في العاملين هذه إن ما فيها تحكم، يعني لا العمر أقدر أتحكم فيه ولا التاريخ العائلي أقدر أتحكم فيه. فإذا حصل تضخم حميد البروستات يحصل خارج إرادة الشخص. في بعض العوامل أو بعض الأشياء اللي راح نجي عليها لاحقا ممكن أنها تخفف التضخم الحميد للبروستات، لكن للأسف الأشخاص اللي معرضين للشيء هذا غالبا راح يحصل لهم دون تحكم منهم. طيب وش يحصل إذا تضخمت البروستات؟ زي ما شفنا بالفيديو، راح تضغط على مجرى البول، الشخص راح يعاني من صعوبة في بداية التبول لما يدخل في دورة المياه، ما يطلع البول بسرعة، يحتاج إنه يضغط عشان يطلع البول، ضعف في تدفق البول، أحيانا تصل إن البول ينقط تنقيط، في نهاية التبول يجلس ينقط مدة طويلة، يطلع من دورة المياه وهو حاس إنه ما فرغ المثانة. لما يحس إنه ما فرغ المثانة ممكن إنه يرجع بعدها بفترة، فيسبب تكرار في التبول، يسبب استيقاظ في الليل للتبول، يسبب إلحاح للتبول لما يجي البول للمثانة. طبعا في البداية المثانة وش نشبهها؟ نشبهها بالشخص اللي يحمل أثقال. لما تحمل أثقال ممكن في البداية يعني جسمك يكون قوي قادر إنه يحمل إلى حد معين من الأثقال. هذه نفس الشيء، نفس الانسداد. الانسداد أحيانا يمكن الشخص ما يحس فيه أصلا على أنه موجود في انسداد. ليش؟ لأن المثانة نفسها قوية فقادرة أنها تدفع البول من خلال مجرى البول. مع الوقت المثانة نفسها تبدأ تتعب، حتى عضلاتها تتضخم، زي ما يتضخم الكتوف عند الشخص اللي يمارس الرياضة، نفس الشيء المثانة عضلاتها تبدأ تتضخم،
تضخم العضلات هذا ما هو جيد بالنسبة للمثانة، في النهاية يسوي تهيج للمثانة ويسوي إلحاح في التبول، المثانة دائما ما هي مرتاحة لأنها تحس إنها لما تيجي تطلع البول تحتاج إلى ضغط عشان تطلع البول هذا، فدائما في نوع من الإلحاح أو عدم الراحة في وجود أي كمية بول حتى لو بسيطة في المثانة. طبعا الإلحاح هذا ممكن يسوي 3 أسبوع إلحاحي، يبدأ الشخص ما عاد يلحق دورة المياه، وفي جزء كبير من الناس يجون للعيادة ما عندها إلا الأعراض هذه، يقول صار يستعجل معي البول، صار عندي عدم تحكم في البول، فهذه هي الأعراض الأساسية لتضخم البروستات، وشفنا الطريقة اللي هي تضغط فيها على مجرى البول. بعد سن 50 إذا بدأت في أعراض تبول، أنا أنصح دائما أن الشخص يروح يشوف طبيب مسالك. طبعا راح يشوف طبيب مسالك، راح ياخذ تاريخ مرضي مفصل، وبعد كذا راح يطلب له بعض الفحوصات. الفحوصات الأساسية في تحليل بول مجهري، هذا فحص أساسي، وفي مادة للبروستات في الدم اسمها PSA، هذه تفرق لي لا قدر الله يكون في أي نوع من الأورام في البروستات، وفي تحليل وظائف الكلى مهم على أساس نتأكد أن الضغط اللي من البروستات نفسها ما ارتجع على الكلى وسوى ارتفاع في وظائف الكلى. تحليل دم، تحليل بول زي ما ذكرنا، والأشعة الصوتية اختيارية هنا، يعني في بعض العلامات إذا في مثلا ارتفاع في وظائف الكلى أو حاجة ممكن تكون وظائف الأشعة الصوتية حتمية، لكن في غالب الأحيان هي اختيارية بالنسبة للطبيب حسب تقييمه. فهذه الفحوصات الأساسية اللي عادة نطلبها. طبعا عارف أنا أن في بعض المبالغة في بعض الفحوصات عند زيارة بعض الأطباء. طيب البروستات هذه مسوية أعراض للشخص، هل احتاج اللي والله أعالجها ولا ما يحتاج؟ طبعا في علاج بالمتابعة، أعراض بسيطة لا تذكر، المريض نفسه ما هو متضايق، ممكن أقول له والله مو بلازم نبدأ العلاج الآن، مثلا عمرك مثلا 50 سنة، نستمر نتابع كل سنة كل سنتين ونشوف الوقت اللي تضايقك فيه الأعراض نبدأ هذاك الوقت العلاج. فهذه بس متابعة للمريض دون أي علاج، وفي علاج طبي وفي علاج جراحي وفي علاج ببعض المواد أيضا الأغذية الطبيعية. لو تركناها بدون علاج وش ممكن تسوي؟ ممكن تسوي التهابات في المسالك، ممكن منطقة البروستات نفسها تسوي دم في دم مع البول، ممكن تسوي حصوات في المثانة بسبب تكدس، يكون زي تجمع البول اللي يبقى فيكون مكان ضحل ويسوي حصوات، ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تسوي توسع في الكلى، توسع في الحالبين، وكل هذه ممكن تنعكس أيضا على وظائف الكلى فترتفع وظائف الكلى، ممكن توصل إلى انحباس كامل للبول يصير المريض غير قادر على التبول. كل الأشياء هذه تخلينا نعجل في العلاج سواء العلاج الطبي أو الجراحي. طيب هل في أشياء ممكن أسويها تخفف حصول تضخم الحميد البروستات من جهتي؟ احنا طبعا قلنا العاملين الأساسية في تضخم الحميد البروستات العمر أكثر من 50 سنة والتاريخ العائلي، وهذه كلها اتفقنا احنا ما نقدر نسوي فيها شيء، لكن هل في والله تمارين، هل في أدوية، هل في أغذية غير الأدوية، هل في أغذية معينة مثلا تقلل التضخم؟ طبعا دائما نوصي بالرياضة، الرياضة مهمة وحتى بالنسبة للمسالك مفيدة، في علاقة مباشرة بين الرياضة وبين تخفيف الأعراض اللي حقت تضخم الحميد والبروستات، وفيه بعض العادات اللي في الأكل، تقليل الدهون في الأكل المعتمد على الخضار والفواكه
لان فيها مضادات اكسده. يعني واحد من الاشياء المشهوره مثل الطماطم، احرصوا على الطماطم مثلا، واحد من الاشياء اللي ممكن انها تخفف بعض الاعراض. فيتامين د ممكن ايضا انه يخفف بعض الاعراض. وفيه نوعيتين مشهوره من المواد الطبيعيه اللي ممكن انها تساعد في تخفيف اعراض التضخم الحميد البروستات: البلميط المنشاري، سو بالميتو، سو بالميتو او البلميط المنشاري. هذه نبتة في أمريكا الجنوبية، في أبحاث كثيرة طبعا عليها، في أجري مراجعات لأبحاث متعددة وجدوا ما لها تأثير كبير، وفي أبحاث أخرى لا، وجدوا أن لها تأثير جيد يصل إلى درجة الأدوية. والنوعية الثانية اللي هي زيت حب القرع، بابكن سيد أويل. البلميط المنشاري وزيت حب القرع عليها أبحاث يعني تعتبر نوعا ما جيدة. الأبحاث الجيدة هذه يعني وصلت لدرجة أنه والله نستغني عن بعض الأبحاث، قالوا نستغني على حتى العلاج الطبي. أنا رأيي الخاص احنا ما وصلنا للمرحلة هذه من ناحية المواد الطبيعية، فلا نبالغ فيها ولا نحرم أنفسنا منها، ناخذها لكن ما تغني عن الأدوية أو العلاج الطبي أو الجراحي اللي قرره الطبيب. طب بالنسبة للأخوان اللي يكتبون أسئلة، بس الأسئلة بإذن الله راح تكون بعد مرور نص ساعة تقريبا، فأنا مخلي اليوم جزء كبير بإذن الله للأسئلة على أساس نستقبلها، بس لأن الأسئلة راح تكتبها ما راح أقراها الآن. البلميط المنشاري وزيت حب القرع هذه يمكن المواد اللي ننصح فيها كمغذية البروستات، فيها الزنك وفيها بعض المواد الأخرى اللي تغذي البروستات وتخفف أعراض تضخم ناتج عن أعراض تضخم البروستات. نرجع مرة ثانية، لا تغني عن العلاج، لا تغني عن العلاج. طبعا دائما المواد الطبيعية هذه مواد جاذبة، وهي اللي خلت ما شاء الله سوق العطارين مشهور، وهي اللي خلت اللي ما عنده علم يتكلم، وخلت الناس يعني حتى خلتها مجال للتجارة. طبعا فيها مشاكل أساسية: أولا أنا ما أبغى أدفع فلوس إلا إذا الشيء أنا يعني عارف إنه فيه على الأقل بعض الأبحاث اللي دعمت الشيء هذا. ما أبغى أروح والله يعني بعض مثلا المستحضرات يقول لك حبة خاصة بالرجال وكذا، فتلقاه مدخل فيها فيتامينات ومدخل فيها كذا، والحقيقة الغالبية ما لها فائدة مباشرة. بس الأشياء اللي ذكرناها المعتمدة على البلميط المنشاري أو زيت حب القرع هذه المادتين الأساسية اللي عليها بعض الأبحاث اللي تشجعنا ممكن لاستخدامها. في ناس دائما يقول لك إذا ما نفع ما ضر، لا، في أشياء ممكن تضر، في مواد إذا ارتفعت في الدم ممكن تضرك. الشيء الثاني، ممكن في ناس إذا صدق في الأشياء هذه أو صدق الدعاية يستغني عن حتى العلاج الطبي أو الجراحي. في ناس يقول أثبت لي إنها ما تنفع. طبعا دائما في المجال الطبي الإثبات على من ادعى الشيء. يعني أنا بجي الآن مثلا، خلونا في أزمة كورونا، بجي أقول الملوخية ممتازة للأزمة لتعالج كورونا، يجي أحد يقول لي لا، ما في أي شيء يثبت. أن أقول له أثبت إن كلامي غلط. الحقيقة لا، أنا اللي المفروض اللي أثبت أن الملوخية تنفع الكورونا، ما هو الشخص الآخر اللي نفى مطلوب منه يروح يسوي دراسة. وما راح أحد يسوي دراسة على ملوخية لكورونا، لأن أصلا المبدأ الأساسي حقها سيء. فعادة أصلا لا توجه الأبحاث إلا ليكون فيه بعض المبادئ العلمية اللي تشجع على إجراء البحث، ولا يكون إجراء البحث فقط مضيعة للوقت. فزي ما قلنا، أنا ما راح أدفع فلوسي إلا بشيء في عليه بعض الإثباتات العلمية. مبدأ إذا ما نفع ما ضر، هذا يعني مبدأ سيء ونبتعد عنه. الشيء الثالث، الأشياء الطبيعية لا تغني عن
العلاج. فذكرنا الرياضة، ذكرنا الأكل المعتمد على الخضار والفواكه، ذكرنا فيتامين د، ذكرنا البلبيط المنشاري، وذكرنا زيت حب الكرم. طبعا الأدوية، بالنسبة للأدوية في نوعيتين من الأدوية، أدوية تفتح عنق المثانة فتفتح متر البول ويطلع البول بسهولة، وأدوية تنقص حجم البروستات فتخفف الضغط اللي حاصل على مجرى البول وتخلي البول يطلع بسهولة. في عمليات من أشهرها طبعا والعملية الأساسية في البروستات اللي هي عملية كشط البروستات عن طريق المنظار، أدخل والجزء اللي ساد مجرى البول أشيله. في عمليات أخرى تعتمد يعني حتى يعني مو يعني مذكورة حتى في الجمعيات العالمية اللي هي معتمدة على الليزر، معتمدة على التبخير، وهذه عمليات يعني موجودة ونتائجها جيدة، لكن ما زالت عملية الكشط هي العملية الأساسية. عادة عمليات التبخير، عمليات الليزر تجرى لحالات معينة لها علاقة مثلا بالحجم البروستات، لها علاقة بالأمراض اللي عند الشخص، رغبة الشخص نفسه، لكن ما زالت عملية الكشط العادية هي العملية الأساسية في البروستات، وهذا ما ينفي أنه وجود نتائج جيدة لنوعيات أخرى من العمليات. هناك مرضى لهم اهتمام خاص في البروستات اللي عانوا من تضخم الحميد البروستات، الناس اللي عندهم مشاكل طبية مثل مشاكل عصبية، كبار سن مثلا عنده الباركنسون أو شلل الرعاش، عنده ديسك، عنده إصابة في الظهر، مثلا تصلب اللويحي، الداء السكري. هذول الناس دائما يكون ما هو المشكلة الأساسية بس التضخم الحميد البروستات، لا، ممكن يكون أعصاب المثانة متأثرة، أعصاب اللي واصلة لمنطقة الصمامات متأثرة. فدائما أنصح خصوصا المرضى هذولي، دائما أنصحهم بمراجعة طبيب مختص بصعوبات التبول، لأنهم احتمال يحتاجون فحص ديناميكية التبول قبل ما نقرر إجراء أي تدخل طبي أو جراحي بالنسبة لهم. أحيانا اللي أشوف أنا في العيادة أن مريض مثلا عنده ضعف في عضلات المثانة وتجرى له عملية بروستات، مريض مثلا عنده نشاط مفرط المثانة وتجرى له عملية بروستات، ممكن العملية تجرى، لكن لازم أنا أكون مسوي ديناميكية التبول قبل العملية، ولازم أكون فاهم كامل لمثالة هذا الشخص. طيب بس نكمل الفيديو اللي بديناه قبل شوي. فهذا زي ما ذكرنا البروستات، هذه الأدوية اللي تفتح قلنا مجرى البول، وهذه الأدوية اللي تخفف حجم البروستات، فلما تخفف حجم البروستات ينفتح مجرى البول ويبدأ خروج البول بسهولة. ممكن أحيانا أعطي الاثنين مع بعض، يفتح مجرى البول ويخفف أيضا يقلل الحجم حق البروستات فيفتح مجرى البول بشكل أفضل. هذه العملية اللي تكلمنا عنها، عملية الكشط. طبعا عملية الكشط زي ما ذكرنا هي العملية الأساسية، تكون بمنظار عن طريق مجرى البول، نصل إلى منطقة البروستات ونبدأ فيها زي السكين الصغيرة كذا بالمنظار، ونبدأ بإزالة الجزء من البروستات اللي ساد مجرى البول. طبعا هذا الطرق الأخرى اللي ذكرناها، التبخير أو الليزر، أو حتى قديما كان فيه الميكروويف، هذه كلها نفس الشيء ممكن أنها تقلل الحجم حق البروستات وتستأصله. في حالات نادرة أو قليلة الأيام هذه ممكن نلجأ إلى الفتح الجراحي، يكون فتحة في أسفل البطن، نصل إلى البروستات، نفتح الكبسول أو الغطاء الخارجي حق البروستات ونزيل الغدة اللي مسببة ضغط على مجرى البول وانحباس في البول.
نروح للفيديو اللي بعده. Bedtime. Avoid drinking alcohol or fluids that contain caffeine. Try to empty your bladder by double voiding. To double void, urinate, wait a few minutes, and then try to urinate. PDH. The prostate gland is a walnut-sized gland located at the bladder neck that surrounds the urethra. The gland is responsible for producing semen in men. BPH, or benign prostatic hyperplasia, causes pressure on the urethra, and there are symptoms and problems that result from this. There are several signs of BPH. Urinary frequency often with incontinence, day and night. A weak urine. طبعا هنا جالس يتكلم عن الإلحاح حق التبول، يتكلم عن كثرة التبول، يتكلم عن طول عملية التبول نفسها، فيروح للطبيب يشرح له بعض الأدوية. طبعا هذه الأدوية اللي تسوي استرخاء لمجرى البول، ابتعدت البروستات عن مجرى البول، أو الأدوية الأخرى اللي هي تخفف أو تقلل حجم البروستات. هنا طبعا الأشياء الطبيعية اللي ذكرناها، وذكرنا الأشياء الأساسية المعروفة الطبيعية. الشيء الثاني اللي هو العمل الجراحي، لو احتاج غير العلاج الطبي ما قدرنا نتحكم في الموضوع في العلاج الطبي، العمل الجراحي يكون زي ما ذكرنا بالكشط، وهذه الطرق الأخرى سواء الليزر أو الميكروويف، أو إنه يحتاج يعمل فتح جراحي في أسفل البطن، وهذه البروستات طلعها بعد الفتح الجراحي. طبعا هنا بعض النصائح اللي يعني يذكرها، إنه والله تقلل السوائل في المساء، تقلل شرب القهوة، تروح بشكل منتظم إلى دورة المياه. فهذه هي الأشياء الطبيعية الأساسية على أساس ممكن أنها تساعد تخفف الأعراض حقت تضخم البروستات. طيب نروح للفيديو الأخير، بعض الأشياء الأساسية. هذه للأشياء الأساسية اللي ممكن حنا نمارسها بشكل طبيعي، وممكن أنها تساعد في تخفيف أعراض البروستات بعد سن 50. طبعا هنا جالس يشرح على موضوع أنه والله بالعمر ممكن تجي، زي ما ذكرنا الناس اللي أكثر من 50 سنة 50% منهم عندهم أعراض، الناس اللي أكثر من 80 سنة 90% منهم عندهم أعراض، فهي تزيد مع العمر. طبعا ذكرنا العمر وذكرنا التاريخ العائلي، هذه لا يمكن التحكم فيها، لكن في بعض الأشياء اللي ممكن حنا نتحكم فيها، تعتمد على الأكل. حنا قلنا أكل يكون غني بالخضروات، بالفواكه، فيتامين د، الزنك، يعني هذه الأشياء الأساسية. مرة ثانية المبيط المنشاري وزيت حب القرع. طبعا يوصون دائما بتقليل شرب السوائل في المساء. الرياضة طبعا شيء أساسي في ممكن أنها تخفف بعض أعراض التبول. فهذه بعض النصائح اللي بالعادات اللي ممكن حنا نحسنها. طبعا هنا جالس يتكلم عن الخضار والفواكه، هذا الطماطم طبعا زي ما ذكرت لكم في بعض المواد اللي مضادة الأكسدة المفيدة للبروستات. طبعا في بعض الأدوية، هذه مهمة، في بعض الأدوية اللي ممكن أنها تسوي صعوبة أو تزود الأعراض.
الناس اللي عندهم حساسية وياخذ أنتي هيستامين، والناس اللي ياخذ مضادات الاحتقان. الأدوية هذه كلها ممكن أنها تزود الأعراض حقت صعوبة التبول، فينتبه الأدوية هذه لأنه ممكن أنه يحتاج أنه يوقفها على أساس إذا عنده تضخم حميد البروستات ما تزيد الأعراض. وطبعا بعد كذا احنا ذكرنا العلاج الطبي والجراحي، الحفاظ على الوزن طبعا من أهم الأشياء، وإنك تتفادى الأكل المعتمد على الدهون، تخفف الوزن، كل الأشياء هذه ممكن لها تساعد بإذن الله بالتحكم في أعراض التبول. تقريبا هذه الأشياء الأساسية. طبعا أنا الحقيقة يعني وجهت العلاج في البروستات أو الشرح للتضخم الحميد البروستات، لأنه بالنسبة لالتهابات البروستات، وأنا عارف هذا الموضوع يعني مهم جدا خصوصا عند الشباب. طبعا التضخم الحميد، التهابات البروستات تحصل بين عمر 20 و50 عكس التضخم الحميد اللي يحصل بعد عمر 50. التهابات البروستات طبعا من أهم الأشياء فيها أنها مزمنة، العلاج فيها أحيانا يعني يمر بمراحل ويكون في صعوبة في التحكم بالأعراض. دائما أقول ما في طبيب راح يجيك ويعطيك علاج وينهي المشكلة، فعشان كذا هي تتحول إلى مشكلة مزمنة ممكن تخف بعد كم شهر ترجع مرة ثانية. السمة الأساسية في المرضى هذول هي التنقل بين الأطباء، لأنه يجي الطبيب يشوف إنه والله ما استفاد يروح لطبيب آخر، فهذه دائما أنصح أنا يعني ضدها. كثرة استخدام المضادات الحيوية هذه مشكلة كبيرة جدا في المرضى. عندي تسجيل أنا موجود على قناتي في اليوتيوب حوالي 17 دقيقة شارح الالتهابات المزمنة للبروستات بشرح كافي، يعني أفضل من إني أعيده اليوم بشكل كامل، ففيه كل المعلومات. لكن نصائحي أنا الأساسية في الموضوع، أنه لازم تؤمن أن هذه مشكلة مزمنة، لازم تؤمن أن ما في طبيب راح يجي ويعطيك علاج وتختفي الأعراض بشكل كامل، احتمالها ترجع مرة ثانية حتى بعد علاجها. انتبه الموضوع كثرة استخدام المضادات الحيوية بدون داعي، وإذا ذهبت إلى طبيب جيد تثق فيه استمر معه، لا تتنقل من طبيب الآخر، هذا يضرك ما ينفعك. فالآن راح أبدأ استقبل الأسئلة، أتوقع يعني قدامنا على الأقل ربع ساعة، ممكن ناخذ إذا في أسئلة خصوصا في موضوع تضخم الحميد للبروستات. يعني زي ما ذكرت، بس الأسئلة هنا واضح على موضوع الالتهابات، فزي ما ذكرنا في الفيديو الآخر فيه تفصيل كامل. البقدونس، البيرة، مدري إيش، كل الأشياء هذه ما لها أي فائدة في موضوع تضخم الحميد البروستات، وما لها أي علاقة يعني فيها. بالنسبة لأسماء الأدوية، طبعا أنا أنصح أن الواحد يشوف، طبعا لازم لما تشوف الطبيب راح يعطيك أسماء الأدوية اللي يفضلها، لكن الأدوية اللي تفتح مجرى البول أشهرها أومنيك، وفيه زاترال، وفيه كاردورا كاريجي وانقطع الآن، يعني يمكن هذه هي الأدوية الأساسية. وفيه طبعا الأدوية اللي تحسن القدرة الجنسية مثل السيالس، والأدوية هذه أيضا لما تؤخذ في جرعة خفيفة أثبت أنها تحسن عملية التبول. ناحية ثانية في موضوع البلميط المنشاري، في بعض الأبحاث أيضا أثبتت أنه يحسن حتى الأداء الجنسي للرجل. الأدوية اللي تخفف حجم البروستات طبعا أشهرها البروسكار يعني تقريبا، وفيها علاج الأفودارت، يعني كل هذه أسماء شركات. طبعا هذه الأدوية الأساسية اللي معروفة اللي موجودة في السوق، بس طبعا دائما أنصح بمراجعة الطبيب وأنها تصرف تحت إشراف الطبيب. في علاقة بين القهوة والتضخم؟ طبعا القهوة زي ما قلنا واحد من الأشياء اللي الواحد ينتبه لها إذا عنده تضخم حميد البروستات،
على أساس إذا سوى تحكم فيها راح يخفف الإعراض. كيفية استخدام البلبيط البشاري وزيت حب القرع، طبعا هذا يعتمد على التركيز اللي موجود في الحبوب نفسها. يعني كل مستحضر راح تجد عليه الإرشادات الاستخدام، لأن بعضها تكون مركزة عالية وبعضها أقل. غالبية اللي موجود في السوق ممكن ياخذ حبتين في اليوم، لكن أتوقع أن جي إن سي عندهم حاجة مركزة ممكن أنها تكون على حبة واحدة. طبعا أشهر ناس اللي موجودين في الرياض على الأقل اللي أعرفهم أنا جي إن سي، يعني عندهم المستحضرات هذه. الإمساك هو هنا ذكر يعني السؤال مصاحب للاحتقان. الإمساك مرادف لصعوبات التبول دائما. عشان نتحكم في مشاكل التبول لازم نعالج الإمساك إذا فيه إمساك مزمن، فسواء في التهابات، في تضخم حميد، لازم نعالج الإمساك على أساس يتحسن عندنا التبول. فيتامين د منخفض، طبعا فيتامين د واحد من الأشياء اللي ممكن إنها تسوي إذا كان عندك أصلا تضخم حميد في البروستات عمرك فوق 50. تدليك البروستات مفيد للشباب؟ لا أبدا، الآن خلاص يعني، وأنا ذاكرها بالفيديو الآخر حق التهابات البروستات، ما حد يسوي تدليك الآن إلا المدارس القديمة، فوقفوه لأنه أصلا غير مفيد. هل تتحول التهابات أمراض خطيرة؟ لا الحمد لله، هذه ميزتها، يعني إنها ما لها علاقة لا بسرطان البروستات لا بأمراض في المنطقة ولا شيء. مشكلتها الأساسية إنها الألم هي العلامة الأساسية ومشاكل التبول، وإنها مزمنة إنها تجلس مع الشخص مدة طويلة. عملية كشف البروستات تؤثر على الأداء الجنسي؟ طبعا عملية كشف البروستات الأثر الجانبي الوحيد فيها اللي هو ارتجاع السائل المنوي، فبدال السائل المنوي ما يطلع على برا عند القذف يرجع على المثانة ويطلع بعدين مع البول، فما يكون فيه انجام. الأداء الجنسي نادرا ما يتأثر في عمليات كشف البروستات، فغالبا الأداء الجنسي راح يكون نفسه كقوة انتصاب. طبعا يسأل عن الأملاح، دائما إذا الطبيب قال لك عندك أملاح في البول غير الدكتور، لأنه ما في شيء أصلا في الطب اسمه تشخيص في أملاح. البول يجي خطين، ممكن هذه تكون علامة التهاب بروستات أو يكون عندك تضيق في متر البول، فيبغى لك تراجع يسوي قوة دفع البول، واحتمال لا تحتاج يسوون لك منظار. هل هناك علاقة بين البروستات وكثرة التبول؟ طبعا زي ما ذكرنا كثرة التبول أحد أعراض التضخم الحميد البروستات وأحد أعراض التهابات البروستات المزمنة. سيانس 5 ملي جرام علاج البروستات، زي ما ذكرنا التضخم الحميد البروستات، السيانس الآن علاج ممتاز لتحسين الأداء الجنسي وتحسين أعراض التبول. ممكن تتكلم عن توتر المثانة، هذه ممكن نخليها إن شاء الله في مرة ثانية. في علاقة بين العادة السرية والتهاب البروستات؟ طبعا العادة السرية حتى عندي في قناتي على اليوتيوب فيه بتكلمين عنها بالتفصيل آثارها الجانبية وكذا، لكن بشكل عام العادة السرية تعملها عند الحاجة، ما تصير للاستمتاع أبدا، وعند الحاجة معناها أنك وصلت مرحلة احتقان في البروستات، فتحاول تطلع الإفرازات هذه برا، هذا الشيء الوحيد. طبعا الشيء الأساسي أنك تتفادى الاحتقان هذا، تتفادى الاحتقان البعد عن المثيرات الجنسية، كثرة مشاهدة اللقطات أو العلاقات الجنسية أو كذا اللي ما تنتهي بقذف. تدليك البروستات طبعا سبق وتكلمنا فيه قبل شوي، قلنا تدليك البروستات غير مفيد أبدا وبطلوه. سرعة القذف المصاحبة للاحتقان ممكن تحصل، علاجها علاج الاحتقان نفسه، فتعالج الاحتقان أو تعالج التهاب البروستات على أساس
واحد من الأشياء ممكن يتحسن سرعة القذف، إذا ما تحسن تراجع طبيب أمراض ذكور أو عقم، ممكن أعطيك بعض الأدوية اللي تساعد فيها. بروستاتاب هو نفس الأدوية اللي تفتح مجرى البول اللي ذكرناها، قلنا زي الأومنيك زي الزيتران، هذه كلها تفتح مجرى البول. هل التضخم له علاقة بعدم الرغبة؟ لا، المفروض ما له علاقة. كل الأسئلة تقريبا عن الالتهابات الغير بكتيرية، وزي ما ذكرنا التهابات غير البكتيرية في على صفحتي في يوتيوب، أقولها مرة ثانية 17 دقيقة بتكلم بشكل مفصل على الالتهابات، بإذن الله راح تجدوا فيها جواب على كل أسئلتكم. طبعا جاوبنا على موضوع جرعة البلبيط المنشاري. صعوبات التبول لها علاج خاص؟ طبعا يعني صعوبات التبول نفسها هي تخصص الآن، فهي تخصص فرعي، لها أطباء خاصين الآن بالشركة، يعني صار عندنا حتى جمعية خاصة، فرع خاص لصعوبات التبول. ف تمارين كيجل، كويس إنك سألت. طبعا احنا قلنا الأشياء الأساسية اللي ممكن يسويها الواحد اللي هي الرياضة، تغيير الأكل، و بعض المواد الطبيعية، والعلاج الطبي والعلاج الجراحي. العلاج الطبيعي أيضا مهم جدا، يعني فيه الآن ناس متخصصين في عضلات الحوض، هذه مفيدة جدا خصوصا في موضوع التهابات البروستات. فأنا أرسل الناس أحيانا أخليه يروح يسوي علاج طبيعي، واحد من أهم الطرق لتخفيف الألم وتخفيف الاحتقار وتخفيف الشد اللي موجود في منطقة الحوض. طبعا عندنا هنا في الرياض أو في السعودية، أتوقع ما في غيره، في سلطان المفلح موجود في تخصصي، متخصص في عضلات الحوض للرجال. يعني أتمنى بس أن يعني التخصص نفسه ينتشر ونشوف أكثر من سلطان. يعني سلطان ما شاء الله متخصص وهذه شغلته، يعني لو حصل لك كم جلسة معه راح تستفيد من ناحية الاحتقار، من ناحية الألم، من ناحية تخفيف الشد في منطقة الحوض. كذلك التضخم الحميد ممكن أن يخفف بعض الأعراض. فالعلاج الطبيعي مفيد جدا في موضوع البروستات. فهذا كان في سؤال عن العلاج الطبيعي، أتمنى أن جاوبنا عليه. شاكر لكم المتابعة والتفاعل، وأتمنى أن المعلومات اللي يعني ذكرتها أفادتكم وأضافت إلى معلوماتكم، ساعدتكم على اختيار التخصص الصحيح، تساعدكم على اختيار الطبيب الأجدر. وأتمنى أني قدمتها بطريقة سهلة توصل لكل شخص ويستوعبها وتكون ملامسة للأعراض حقه. يعطيكم ألف عافية وشكرا، نلتقي في مواضيع أخرى بإذن الله.